كلمة رئيس مصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح، هي دي مصر اللي بجد. صحيح. اسمحوا لي في البداية ان انا اتوجه ليكم جميعا وللشعب المصري بالتحية والتهنئة، وكل عام وانتم طيبين. وأتوجه للإخوة الأشقاء المسيحيين بالتهنئة بعيد القيامة وكل عام وهم طيبين. وكمان أتوجه بالتهنئة لكل العاملين عمال مصر بعيد عمالهم اللي احنا احتفلنا بيه من كام يوم. وكان مهم قوي ان انا كمان اهني الشباب اللي رفع اسم مصر خلال الايام اللي فاتت، وانا هقولهم بالاسم عشان الحقيقه دي حاجه تشرف وحاجه تفرحنا كلنا ان احنا بجهد فردي نتحصل على اللي انا هقول عليه ده. الاستاذه نور الشربيني، ودي حصلت على طبعا بطوله العالم في الاسكواش للسيدات، والأستاذ محمد الشرباجي اللي حصل على بطولة العالم في الإسكواش، فليهم مني كل التهنئة. فريق كرة اليد اللي حصل على الدورة الإفريقية وتأهل للأولمبياد، الأستاذ إيهاب عبد الرحمن تاني العالم في الرمح، الأستاذ عمرو الجزيري بطل العالم في الخماسي الحديث، الأستاذ حسام بكر ثالث عالم في الملاكمة، والأستاذ محمد إيهاب ثاني عالم في رفع الأثقال، والأستاذ رمضان درويش ثالث عالم في الجودو، وأخيرا الأستاذة هدايا ملاك ثالث عالم في التايكوندو. واسمحوا لي إن احنا نوجه لهم التحية ونهنيهم ونفرح بيهم كمان. الحقيقة كلمتي معاكم النهاردة هتكون كلمة مختلفة شوية. كلمة مختلفة شوية عن الكلمات السابقة اللي أنا كنت بتكلم بيها. وانا في اسكندرية من كام يوم كده كنت ماشي على الكورنيش بدون ترتيب خالص، فلقيت اتوبيس للنقل العام العادي خالص ده، فلقيت الناس اللي فيه وقفوا، بعدين ابتدوا يحيوني، وبعدين قالوا لي كلمة غريبة قوي. لقيت حد فيهم بيقول لي ما تخافش احنا معاك كده. قالوا لي ايه؟ قالوا لي تخافش احنا معاك. استنوا بس. طب استنوا بس. اسمعوا كلامي لو سمحتوا، اسمعوا كلامي بس من فضلكم. طب اسمعوا كلامي لو سمحتوا، اسمعوا. خليني اقول كلمتين لان انا عايز اقولهم لكل المصريين من خلالكم، فلو سمحتوا ما تقطعنيش. فانا توقفت كثيرا قوي، ليه هم قالوا لي كده؟ احنا معاك ما تخافش. ف
انا ما عرفتش ارد عليهم ساعتها لان ما كانش في فرصه لده، لكن قلت انا هرد عليهم هنا ليهم من هنا ولكل المصريين. شوفوا اللي يقف يوم 3/7 ما بيخافش خالص. انتوا مش واخدين بالكم، انتوا مش واخدين بالكم، مش المصريين اللي مش واخدين بالهم، لا، قوى الشر كلها اللي يقف في نوفمبر 2013 ويدعو لحوار مع النظام في الوقت ده ما بيخافش. اللي يقف في الكلية الحربية في يناير ويقول ان مصر تدخل في نفق مظلم نتيجة السياسات دي ما بيخافش. اللي يقف ويقول بدي مهلة 7 ايام لانهاء الازمة ما بيخافش. اللي بيدي 48 ساعة اخرى ما بيخافش. خلي بالكم، خلي بالكم، انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان اطمنهم هم الاول، اطمن كل مصري يمكن يكون من كتر زحمة الاحداث مش واخد يعني قلق او اتهيأ له ان انا خدت 2000 قرار في السنتين ونص اللي فاتوا دول، واللي ياخد القرار ما يخافش، اللي ياخد القرار ما يخافش. انا حبيت اطمنهم بس الناس اللي انا البسطاء جدا اللي موجودين، واطمنهم على مصر كمان. واحنا ما كناش بنتكلم قبل كده عن اللي احنا بنعمله في بلدنا، واسمحوا لي ان هتكلم عليه بتفصيل مؤقت، لان انا ناوي ان شاء الله في شهر 6 القادم يبقى لينا لقاء مع كل المصريين بكشف حساب بكل اللي تم تنفيذه خلال السنتين دول. وانا عايز اقول لكم اللي تم تنفيذه بدون مبالغه، وانا هتكلم معاكم فيه دلوقتي، غير مسبوق، غير مسبوق، ويصعب جدا على اي شعب تنفيذه في المده اللي انا بتكلم فيها دي. هتكلم الاول على المشروع 1.5 مليون فدان. انا كنت قلت مره قبل كده ان الهدف منه كان ان احنا نعطي فرصه لمجتمع عمراني زراعي جديد. بالشكل اللي انتوا شفتوه ده كنا ممكن نعرضه وقتها من سنة على ماكيتيا ونقول هو ده المشروع اللي احنا ممكن نعمله حتى بعد ما طورنا الفكرة، لكن احنا قلنا لا، احنا عايزين نقول لكل المصريين اللي هم المستفيدين منه هي دي الحياة اللي انتوا هتشوفوها، هي دي الحياة اللي انتوا هتعيشوها انتم وابنائكم في البيوت ديت، في المية ديت، بالكهرباء ديت، بالصرف ده، بالزرع ده. كل المطلوب منك انك انت تيجي تشتغل. انا كده حليت مسائل كتير جدا جدا من البيروقراطية والفساد اللي كانت ممكن تجابه العملية ديت. لو انا سلمت الارض للناس كان ممكن عشان يعمل بير ياخد موافقات تاخد 2-3 سنين عشان يعمل بير واحد، عشان يقدر يوصل للي احنا بنتكلم فيه ده، ان قدر يوصل له 10-15 سنة.
انا بقول لكم كده لان احنا مش حاسين احنا بنعمل ايه. كان مهم قوي ان الناس تغني، كنا هنبني وده احنا بنينا السد العالي. افتكروا الكلام ده كويس، ده حاجة، ده مشروع قومي واحد، مشروع قومي واحد. لما يتقال النهاردة واحنا بنتكلم معاكم دلوقتي ان في 1000 بير على الاقل تم الانتهاء منهم، يعني معناه ان انا جاهز ازرع دلوقتي، اسلم الارض وتزرع يا مصر دلوقتي 400,000 فدان. كنا بنخلصهم في قد ايه قبل كده؟ في سنة، في 2، في 5، في 10. احنا المفروض نبحث عن الكلام ده ونتكلم فيه كلنا مع بعض. انا عشان اطرح ده دلوقتي للناس، شركة ريف المصري اللي موجودة تقدر تقول للناس تعالوا ادي النموذج اللي انت ممكن تاخده وتستثمر فيه وتشتغل، وانت لن تتحمل اي اعباء ادارية بمجرد التعاقد معاك. هتاخد مني عقد اخضر للارض اللي انت خدتها دي وتشتغل، لا هتخش مع الحكومة مع كل التقدير للجميع، ولا مع الاداريات ولا المحليات ولا مع اي حد، عشان تبقى عندك الارض دي وتشتغل بالطريقة دي. طب ده تكلف كام وهيكلفنا كام عشان اعمل الكلام اللي انتوا شايفينه ده، عشان اعمل الكلام اللي انتوا شايفينه ده واسلمه 1.5 مليون فدان؟ لو انا عايز اخلصهم كلهم انا محتاج 60 مليار جنيه على اقصى تقدير عشان اعمل كل اللي انتوا شايفينه ده. يبقى في عملت 1.5 مليون فدان واتحتهم للمستفيدين، مستثمر كان او مزارع يعني صغير، بس اديته حياه كامله واختصرت له اجراءات لا يمكن تتصوروها. يعني لما اقول النهارده ان احنا في خلال 4 سنين نكون انجزنا المشروع ده بالكامل وبقى موجود على ارض مصر 1.5 مليون فدان بالشكل اللي احنا شايفينه ده، يا ترى ده مشروع قومي ولا مش مشروع قومي؟ خلي بالكم، المشروع القومي التاني اللي هكلم معاكم فيه هي الشبكة القومية للطرق. الشبكة القومية للطرق انا بتكلم اللي تم انجازه بالفعل حتى الان 5000 كيلو. كان بيتم دلوقتي العرض بيقول ان الفرافرة تم ربطها شمالا وشرقا وغربا. الشبكة دي عملت ربط لمصر من 5000 كيلو دول. لما جم طرحوا المشروع ده او اتكلمنا فيه، كان المشروع قلت لهم نعمل متوسط لسعر الكيلو بالاعمال الصناعية 10 مليون جنيه، يعني لما اعمل 5000 ب50 مليون. ويتعامل معاهم حتى الان 135 كوبري حتى الان، ينتهوا اخر السنه دي 150. المتوسط 200 مليون جنيه للكوبري، يعني 30 مليار، يعني 80 مليار. قولوا لي يا مصريين، كنت بتعملوا بتحطوا للطرق كام مليون جنيه كل سنة عشان تعملوا ده في سنتين؟ هو أنا لما أعمل شبكة الكباري ديت ما برحمش الناس؟ ما برفقش بكل إنسان متحرك بين محافظة ومحافظة يعدي مزلقان أو ينزل على مدان ما برحموش؟ لما اعمل له شبكه طرق بالطريقه ديت ما بساعدش على ان احنا نربط مصر بشكل كويس ونساهم في التنميه ونقول للناس اللي عايزه تيجي تعمل استثمارات في مصر، لدينا
بنية أساسية متطورة تليق بدولة. أنا بتكلم في 80 مليار، لو كانت الدولة هتحط 8 مليار كل سنة كانت هتعمل دفع 10 سنين. لا ده لسه في 2000 كيلو في سينا كمان، يعني لسه احنا كمان هنعمل 2000 كيلو في سينا، لأن ده مشروع تاني. المشروع التاني هو تنمية سينا، المشروع القومي الثالث هو تنمية سينا. احنا كناش بنتكلم كتير في المواضيع عشان اهل الشر، لكن عايز اقول لكم بيتصرف على سينا النهاردة، مش هيتصرف، بقول اتصرف وبيتصرف اكتر من 20-30 مليار جنيه، اكتر من 20-30 مليار جنيه. انا بتكلم سينا، ما كلمتش على انفاق. شبكة انفاق اي حد يعملها في الدنيا كان يعملها في 12-13 سنة، خسارة. كنت عشان اعمل النفق ده اعلن على الشركات واخد الاجراءات اللي بتتعمل، تيجي الشركات تقدم لي العروض بتاعتها والدراسات، اخد لي سنتين ثم اعمل معاهم مناقصة عشان اشوف احسن حاجة، اخد لي 6 شهور كمان اتعاقد، يعني عقبال ما نبتدي اول نفق يتحفر ياخد له 3 سنين. لسه بتكلم على سينا، احنا ما عملناش كده، احنا قلنا هنعمل وعملنا بالفعل. اول مكنه اتجمعت وتشتغل شهر 6 الشهر الجاي في حفر اول نفق، تاني مكنه بتتجمع وتتشغل في تاني نفق شهر 8، ثالث مكنه وصلت وبتتجمع وتشتغل في شهر 10، رابع مكنه بتشتغل في شهر 12. المشروع اللي هياخد 15 سنة وياخد له 80 مليار جنيه 70 مليار جنيه بيتعمل إن شاء الله في سنتين، إن شاء الله في سنتين. انتوا كل كلمة بتقولوها بتقولوا عايزين نهتم بالحاجة الفلانية، هي كلمة تتقال، لكن عشان يبقى إجراء تنفيذي على الأرض ده قصة كبيرة قوي، قصة كبيرة وجهد كبير بيتعمل. وأنا بكلمكم ده عشان بس أربط سينا بمصر، مش هي غالية علينا وأرضنا اللي بنحبها؟ لابد إن احنا نعمل ده عشانها. وأنا بكلمكم ده بتتعمل في سينا مزارع سمكية، 15 مصنع رخام، 2 خط أسمنت، ومناطق صناعية أخرى، وأراضي زراعية تضاف مش أقل من 200,000 فدان. وأنا بكلمكم بيتم العمل دلوقتي لإنشاء محطتين معالجة مية، كل محطة محطة منهم في سرابيوم لمليون متر في اليوم، عشان زي ما قال السيد وزير الري ان مفيش نقطة مية ما يتمش الاستفادة منها الاستفادة القصوى. المحطة التانية لصالح ترعة السلام، المشروع اللي كان محتاجين ان احنا نشتغل ونخلصه عشان نوفر مية حقيقية سليمة او صالحة بنسبة 100% تبقى للمعايير للزراعة في سيناء. بالاضافة لكده انا بتكلم على سيناء التجمعات الزراعية لأهل سيناء، يبقى بتكلم على شبكة انفاق تربط، بتكلم على مواني، بتكلم على مطارات،
بتكلم على مصانع للرخام، بتكلم على مصانع او مصنع للاسمنت. ده مش مشروع قومي ثالث ولا ايه؟ بكام؟ انا بقول بكام وبقول كده ليه؟ عشان الراجل اللي قال لي والناس اللي طلعوا من الشباك وقالوا لي ما تخافش، انا اللي بقول لهم انتوا اللي ما تخافوش، انتوا ما تخافوش ابدا. صحيح انتوا اللي ما تخافوش. شوفوا، طول ما المصريين موجودين ودايما على قلب رجل واحد، ودي نقطة دايما بأكد عليها، لازم كلنا نبقى دايما مع بعض ونخلي بالنا ان في ناس دايما متحفزة وبتشتغل على ان هي يعني تخلينا دايما مختلفين. خلي بالكم من ده كويس. ارجع تاني للمشاريع، انا اتكلمت كده في ثلاث مشاريع، اتكلم على محور الاقتصادي او محور تنمية قناة السويس كمحور اقتصادي. واحنا بنتكلم دلوقتي اللي خلاص الشركة اتعملت، كان المحور مفرداته قناة السويس اللي اتعملت في سنة. انا كنت قاعد مع مسؤول غربي كبير في زيارة من احدى الزيارات، وهقول لكم اللي قاله لي وتوقفوا عنده كويس. قال لي ادارتكم للامور في مصر مثيرة للانتباه، ادارتكم للامور في مصر والعمل في مصر مثيرة للانتباه. قلت له انتوا ناس متقدمين جدا عننا وتشتغلوا افضل مننا بكتير. قال لي لا، انا مش بقول كده عشان حاجة، بقول قناة السويس التوسعة ديت كلها على بعضها الاموال اتدبرت من المصريين، والمصريين اللي اشتغلوا فيها كلها خلصت في سنة. بالمناسبة من حوالي شهر ونص كده في مركب كانت شايلة برادة حديد وحصل لها عطل في القناة، وجزء من والمركب شحطت نتيجة عيب مش من عندنا يعني. الموضوع ده اتعالج في أكتر من شهر. اتعالج في أكتر من إيه؟ من شهر. الخسائر المتوقعة لو كانت القناة قفلت علاوة على الآثار الأخرى كان 1,060,000,000، ولا حد حس بينا، ولا حد حس بينا. الملاحة ماشية لأن احنا عندنا حركة هنا وحركة هنا، فما عندناش مشكلة. إن حصل لا قدر الله مشكلة نكمل الملاحة تمشي بنفس الريتم اللي كان. أنا بقول لكم كده ليه؟ لأن برضو سمعت حد بيقول إيرادات القناة قلت. لا طبعا. ولما أقول لكم لا طبعا يبقى ده كلام مسؤول، وإلا يبقى مفيش. لا طبعا وزادت، واحنا بنتكلم في سنة مش حاجة تانية. بالإضافة لكده طبعا احنا بنتكلم على المنصة الصناعية اللي شغالة دلوقتي. مين شرق التفريع اللي شغال دلوقتي؟ اللي كان ممكن قوي نتكلم في 5 6 7 سنين وما يكونش حد مد ايده فيه. مين السخنة اللي شغال دلوقتي؟ اللي كنا ممكن نقعد 5 6 7 سنين وما حدش مد ايده. بنتكلم على فلوس كتير قوي قوي بيتم ادارتها لتحقيق الكلام اللي انا بقوله ده. ده المشروع الرابع قناة السويس. المشروع الخامس اللي عايز اكلمكم عليه هو مشروع الاسكان الاجتماعي. انا كنت لسه بسأل السيد وزير الاسكان بقول له اجمالي الطلب لغاية دلوقتي كام. احنا بقى لناش اكتر من 15 يوم اتحنا ده للمواطنين، يعني قال لي 370,000. احنا بنتكلم على مشروع اسكان اجتماعي على الاقل
ل600,000 مواطن. بنقول ان احنا نسلم الجزء الاكبر منه في ابريل القادم، واحنا بنكلمكم دلوقتي الشركات المقاولات نزلت المواقع عشان تشتغل، عشان تعمل ده. هو ده مش عشان خاطر المواطن البسيط والعدالة الاجتماعية للإنسان اللي مش قادر. وأنا بكلمكم بيتم النهاردة تنفيذ خطة لمعالجة العشوائيات الخطرة على الأقل ب50,000 وحدة سكنية. بكام؟ أنا مش بتكلم ده عشان أنا عايز أقول للمصري اللي بيقول لي وللمصريين اللي بيقولوا لي احنا خايفين او بيقول لي ما تخافش، بقول له لا، انت اللي ما تخافش. المشروع الخامس اللي عايز اتكلم معاكم فيه، اتكلموا دلوقتي على مشروع محطات معالجه المي، وقالوا ان احنا عندنا محطات معالجه تكفي تقريبا ل 20 مليار متر. احنا بنتكلم في مشروع قومي اخر هيبقى بين 3.6 مليار متر ل7 مليار متر مكعب ميه في السنه. يعني ان عملنا 10 محطات هيبقى 3.6 مليار، وان عملنا 20 محطه هيبقوا 7 مليار. انا بقول لكم الكلام ده عشان تعرفوا ايه اللي بيتعمل، وانا جمعته باختصار شديد جدا عشان بس احطكم يا مصريين في الصوره واطمنكم. المايه دي بتتعالج معالجه ثلاثيه تخلي المايه زي المايه اللي بتنزل من الحنفيه ويمكن افضل كمان. الكلام ده احنا شغالين بيه بالفعل عشان بلدنا وعشان الناس وعشان الناس البسط اللي هو الكتله الكبيره من المصريين احنا بنتكلم عليها. هكلمكم على مشروع تاني، المشروع القومي للكهرباء. المشروع القومي للكهرباء انا بذكره لكم عشان تعرفوا المشروع ده احنا ضعفنا الكهرباء. يعني اللي كان كنا بننتج 26,000 ميجا، احنا بنهايه المشروع ده هنكون ضعفنا انتاجنا من الكهرباء. فقد ايه؟ بكام؟ اقول لكم بكام؟ ب 400 مليار جنيه. بكام؟ ب 400 مليار جنيه. احنا بنتكلم على دولة مش بنتكلم على حاجة تانية. والدولة دي عشان تقوم وتقدر تتكلم في مع العالم وتقوم من كبوتها اللي استمرت فترة كبيرة وتعظمت بالأحداث بتوع الأربع سنين اللي فاتوا، كان لابد إن الجهد والعمل والقرار يكون بالمستوى ده، يكون بالمستوى ده. احنا بنعمل تقريبا 6 مدن جديدة، وده السابع، المشروع القومي السابع. مدينة في شرق بورسعيد، مدينة في الإسماعيلية الجديدة، مدينة السويس الجديدة، مدينة العالمين الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة الجلالة. بكام؟ بس أنا هقول لكم كلمة واحدة تطمنكم، المدن اللي أنا ذكرتها دي فيها مليار متر أرض، مليار متر أرض، 1,000,000,000 متر. لو المتر بجنيه، آسف، لو المتر بألف جنيه أنا بتكلم في 1,000,000,000 جنيه. أقول تاني، لو المتر بألف جنيه أنا بتكلم في 1,000,000,000,000 جنيه. دي الكلام اللي انا بتكلم فيه ده بدأ
وشغالين فيه. ان شاء الله في شهر 8 هنكون بنفتتح مزرعة سمكية على 20,000 فدان في بركة غليون في كفر الشيخ. وخلينا اتكلم دي، انا ذكرت النقطة دي بالذات عشان تعرفوا الفكرة جاية ازاي. احنا كنا اتكلمنا مرة قبل كده عن مدينة دمياط للأساس. طب انا النهاردة بعمل 25,000 فدان مزارع سمكية بتقنية متقدمة بكل الصناعات المطلوبة ليها. إذا كانت عايزة مصنع علف اتعمل، إذا كانت عايزة مصنع تلج يتعمل، إذا كانت عايزة مصنع فوم يتعمل، كل المطالب لإقامة هذه المزرعة يعني. ثم بعد كده أجي أقول يا شباب اللي عايز تستثمر تعال خد حوض 2-3، انت مش هتتعب خالص، مش هتعمل اي اجراء غير انك انت تاخد وتشتغل. العلف اهو، التلج اهو، التعليب اهو، النقل اهو، اشتغل انت بس. يا ترى انا رحمته ولا عذبته؟ يا ترى انا دخلته في البيروقراطيه والفساد ولا انهيت البيروقراطيه والفساد؟ الكلام ده هيتعمل ان شاء الله في 8 نفتتح المزرعة بتاعت كفر الشيخ، وفي 10 نفتتح المزرعة بتاعت اللي هي موجودة في شارع التفريع على حوالي 25,000 فدان. اللي أنا بكلمكم عليه ده تكلفته إجماليها 1,300,000,000,000,000 جنيه. أنا ما بخافش، أنا ما بخافش. لو خفت ولا حاجة من الكلام اللي أنا بتكلم فيه ده تتعمل لا دلوقتي ولا بعد 10 سنين. اللي أنا بكلمكم فيه ده لو أنا بخاف لا تخلص دلوقتي ولا بعد 10 سنين. الكلام ده كل جنيه فيه انا كنت موجود معاه عشان اضمن ان هو بيتحط في مكانه السليم. كل جنيه فيه بخلال السنتين اللي فاتوا دول ما سبتش حاجة واحدة فيهم. يوم المليار دول او التريليون، اسف اللي انا بقول عليهم دول، ينزلوا من 1,400,000,000,000 لـ1,040,000,000,000. يا ترى انا كافحت فساد ولا ما كافحتش؟ انا حبيت اقول الكلمتين دول في المناسبة الجميلة ديت اللي هي بتدي امل للناس ان في بكرة وبكرة احسن وافضل. في مشروع قومي اخر انا ما كلمتش فيه ومش حاضر اتكلم فيه لانه قصة تانية. الدولة دي لازم تبقى دولة حقيقية. احنا مش في دولة حقيقية، خلي بالكم. طلوا على بلدكم، صحيح دي اشباه دولة مش دولة حقيقية. احنا بنتكلم على دولة قانون، دولة مؤسسات، دولة بتحترم نفسها والعالم بيحترمها. واوعى تفتكروا ان الكلام ده هيتعمل والناس هتسيبنا. لا، الناس مش هتسيبنا. بقول لكم تاني، الناس مش هتسيبنا. وكل ما هتنجحوا اكتر كل ما اهل الشر هيدوروا على مكايد اكتر وهيعملوا تخطيط اكتر. فخلي بالكم. انا حبيت ارد على الناس البسطاء اللي قابلوني في اسكندريه وقالوا لي لو سمحت
انا بس عايز اقول لكم على حاجة. اسمعوا لو سمحتوا، بصوا اسمعوا بس، اسمعوا اسمعوا لو سمحتوا. طب اسمعوا بس، اسمعوا، تحيا مصر بالناس، اسمعوا بس، اسمعوا لو سمحتوا، اسمعوا، اسمعوا من فضلكم، تحيا مصر بكل اهلها. ولازم نخلي بالنا من النقطه ديت، تحيا مصر بكل اهلها، كل اهلها. ولازم نكون كلنا كده، كلنا كده. ولو سمحتوا، احنا مش، لا يمكن ابدا نسمح بالاختلاف بيننا وبين بعض، وانتوا كمان لا تسمحوا بالاختلاف ابدا. مصر هتبقى قويه مش بي انا، بيكوا انتوا، بعملكوا انتوا، بوحدتكوا انتوا، باصراركم انتوا، بفهمكم، تبقوا عارفين ايه اللي بيتعمل ليكوا يا مصريين، كل المصريين. انا بشكركم وبشكر كل من ساهم في عمل للبناء وللتعمير في مصر واعطاء امل لكل المصريين. وارجو ان شركه الريف المصري اللي احنا النهارده منتظرين بقالنا 5 شهور اجراءات طرح المشروع المليون ونص فدان، عندكم فرصه ان انتم تجيبوا الناس يجوا هنا يشوفوا، ومن خلال اللي احنا شفناه النهارده والاعلان عنه نبتدي نطرح على المستفيدين من المشروع المليون ونص فدان، بحيث ان احنا خلال سنه تبقى المليون ونص فدان زي كده ان شاء الله. ارجو ان احنا ما نتاخرش اكتر من كده. في الاخر بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وفي الاخر بقول لكم تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.